يا أصحابي، عاملين إيه؟ النهاردة هنحكي قصة إنكار بطرس لبابا يسوع. كان بطرس جالس خارجا في الدار، جت ليه جارية قالت له إيه؟ وإنت كنت مع يسوع الجليلي؟ فأنكره قدام الجميع وقال: لست أدري ما تقولين. ثم إذا خرج إلى الدهليز رأته أخرى، فقالت للذين هناك: وهو ذا كان مع يسوع الناصري. فأنكره أيضا بقسم إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقال لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. فابتدى حينئذ يلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل، وللوقت ساح الديك. فتذكر بطرس كلام بابا يسوع لما قال له: إنك إن قبل أن يسيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج إلى الخارج وبكى بكاء مر. ودي قصتنا النهاردة يا أصحابي، قصة جميلة خالص. يا رب تكون عجبتكم. باي باي.